والرفاق، فيا إنسان احترسي. يعلقون بالتجلات وينسفون سلاسيني وأطفالي، فيا انطلقي. والآن الكلمة لعبد العظيم كيف ممثلا على الاتحاد العام لعمال فلسطين. السلام عليكم. باسمي واسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نؤازر أسرانا البواسل ونشد على أيديهم، ونحن بالهيئات الإدارية ومجموع النقابات العمالية وكافة الدوائر المنبثقة عن الاتحاد نساند أسرانا البواسل ومعا وسويا حتى تحقيق الحرية بإذن الله. نحن معكم بإذن الله، حماكم الله. شو القصة بصدر الكلمة؟ يدمو بالكلمة يا إبراهيم. حدا من النسوان أمه أخته؟ طب شوية بس، هل إيه تبرك الوضع؟ أيها الإخوة والرفاق، سنبقى ثابتين هنا، ثابتين من أجل أسرانا. سنقف هنا ونمد أيدينا إليهم وهم في الأسر خلف الأقباض. إنهم أسودنا ونسورنا في السماء، إنهم رمز لقضيتنا ورمز للقضية الفلسطينية ورمز لعروبتنا ورمز للأحرار في هذا العالم. سيبقوا هم عنواننا وهم قضيتنا وهم قضية الفلسطينية. مين من أهل الأصل؟ أصرخ يا شعبي ونادي، أصرخ يا شعبي ونادي. مين اللي بيحكي كلمة؟ يا شعبي ونادي. مين بيحكي كلمة؟ مين؟ في أخوة هون بعد. والآن الكلمة لبهجة جبرين رئيس بلدية، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم أهالي الظاهرية وكل شرائح المجتمع في منطقة الظاهرية ومؤسساتها، نقدم تحية إجلال وإكبار لأسرانا البواسل في باستيلات الاحتلال، ونقف اليوم وقفة تضامن وإسناد للأسير المضرب عن الطعام الأخ خليل عواودي. نتمنى له الفرج القريب ولجميع أسرانا، كما نشد على أياديكم للوقوف والالتزام بكافة فعاليات إسناد الأسرى، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لأسرانا الذين يقدمون حياتهم وأرواحهم وعلى أكف الحرية. نتمنى من الجميع وخاصة المؤسسات الحكومية الالتزام والحضور لكافة فعاليات الأسرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب لن يحني الجباه، الشعب ما كلت يداه، الشعب ماض في طريق النصر ينتظر الحياة. والآن الكلمة لشؤون الأسرى فليلقيها إبراهيم نجاجرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم ونهنئكم بحلول
شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد وشهر مجاهدة النفس في سبيل الفوز برضا رب العالمين. في هذا الشهر يدخل أسيرنا البطل خليل العواودة اليوم 33 من الإضراب عن الطعام في ظل أوضاع صحية صعبة للغاية. هذا الإضراب المشرع والمشروع ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي يمارس بحق أسرانا في ظل مقاطعة أسرى الحركة الأسيرة والأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال في اليوم 91. لذلك نحن نحيي هذه الجماهير وهذا الحضور وهذا التضامن مع أسرانا البواسل ومع الأسير خليل العواودة. لذلك هؤلاء الأسرى في ظل هذا الشهر مطلوب من جماهير شعبنا ومطلوب من كل مؤسساتنا وجميع المستويات الرسمية والشعبية والفصائلية أن تتذكر هؤلاء الأسرى بوقفة، باحتجاج، بدعاء، بصلاة. لذلك نحن مطالبون اليوم أن نعبر عن التضامن الشعبي، التضامن الأخلاقي، التضامن الديني مع هؤلاء الأسرى، مع أسرهم، مع أبنائهم الذين يعيشوا حالة الفقدان، يعيشوا حالة الأسر، يعيشوا حالة الإضراب، يعيشوا حالة الجوع وحالة المعاناة وسياسة الإهمال والحرمان الطبي. لذلك أيضا نستذكر في هذا اليوم ونحن نتضامن مع الأسير خليل العواودة كافة قطاعات الحركة الأسيرة، الأسرى المشلولين والمرضى ومرضى السرطان ناصر أبو حميد، والقائمة تطول، الأسرى المؤبدات وكريم يونس وماهر يونس ومحمد الطوس وكل قطاعات الحركة الأسيرة الذين يعانوا الأمرين في سجون الاحتلال. ونقول العربية والعالمية أن الشعب الفلسطيني بحاجة ويستحق حقوقه السياسية والدينية والوطنية. لذلك نحن نقول بأن الأسرى هم أبناء الشعب الفلسطيني، هم سفراء الحرية، سفراء السلام. بدون الأسرى لن يكون هناك سلام، وبدون الأسرى لن يكون هناك حقوق وطنية وسياسية. نشكر لكم حضوركم مرة أخرى ونقول مزيدا من الفعاليات. وننقل الكلمة الآن للأخ أمجد النجار عن نادي الأسير. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نوجه التحية إلى كل أسرانا الأبطال القابعين في سجون الاحتلال، ونوجه التحية إلى أسيراتنا المجيدات وإلى الأسرى المرضى وإلى كل إخواننا الصامدين في سجون الاحتلال من الأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكم الاعتقال الإداري لليوم 94 على التوالي. 500 معتقل يقاطعون محاكم الاعتقال الإداري من الاستئناف والتثبيت والعليا، رغم وجود العشرات من الحالات المرضية داخل سجن عوفر من هؤلاء الأسرى، إلا أنهم ملتزمون جميعا بهذه المعركة الجماعية بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري. إلا أن إجراءات قمعية وتنكيلية مستمرة. كان هناك اقتحام لسجن مجدو واعتداء على الأسرى ونقلهم إلى المشافي. كان هناك اعتداءات في النقب وفي ريمون وفي هدريم وفي كل قلاع الأسر. والآن عدنا إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام التي يخوضها الأسير البطل خليل العواودة. خليل الذي عرفناه دائماً معنا في كل وقفات التضامن، هذا البطل الذي دائما كان له موقف ان الاضراب عن الطعام ان بدأ يجب ان يبدأ بإرادة حديدية
ويجب أن يبدأ بدون تناول أي شيء، فقط شرب الماء. لذلك في هذا الإضراب الذي يخوضه ضد الاعتقال الإداري وموجود في العزل الانفرادي داخل سجن عوفر، الاحتلال يمعن بإجراءاته القمعية بحقه، وهو الذي يعاني من إهمال طبي وبحاجة إلى متابعة طبية حثيثة. لذلك ما يحدث في ملف الأسرى الإداريين والذين يخوضون معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، وكل فترة يأتي أسير ويبدأ بهذا الإضراب، هو نتيجة حالة القهر وعدم وجود حال الوحدة والقرار الجماعي داخل سجون الاحتلال. لذلك ما حدث في محافظة الخليل، إن هذه المحافظة على مدار عام 2020-2021 وهي دخلنا عام 2022 أكثر محافظة خاض فيها الأسرى الإداري الأسرى المعتقلين إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام. لذلك الخليل على مدار السنتين أرهقت بملفات المضربين عن الطعام، فحتى حالة التضامن انخفضت بشكل كبير. كنا ندعو الأسرى الإداريين جميعا بعد رمضان أن ينضموا إلى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، وإن شاء الله بيكون أخونا خليل قد انتصر في إضرابه في معركته ضد الاعتقال الإداري. الإضراب الجماعي مهم جدا، ودخول خليل في هذا الإضراب بإضراب ذاتي وإضراب فردي عن الطعام هي رسالة إلى الأسرى الإداريين جميعا أن يقرروا أن يخوض هذا الإضراب، بدل أن نكون نحن الآن من 100 إلى 150 واحد. فتخيلوا الخليل هي أكثر محافظة فيها معتقلين إداريا، لمن لا يعلم من 500 معتقل إداري في عنا من الخليل ما يقارب 180 معتقل إداري. هون بيكون عنا من كل عائلة لو كان واحد هي 180، لو أجى أصحابه كمان هي بصير عنا قديش 400، بعض المتضامنين بنصير 600. لذلك نحن من خلالكم ومن خلال الأمعاء الخاوية لهذا البطل الذي يخوض هذه المعركة، ودخلنا في شهر رمضان الشهر هذا الشهر الفضيل، نوجه التحية إلى أسرانا ونقول لهم أن ابدأوا هذه المعركة، لأنه واضح أن الاحتلال بعد مرور 94 يوم من مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري والاستئناف والتثبيت والعليا لا يوجد حلحلة في الملف حتى الآن. طبعا خوضهم للمعركة لن ينهي الاعتقال الإداري، ولكن ممكن الوصول إلى نقاط بحيث أن بعض هؤلاء الأسرى اللي لهم في الاعتقال الإداري أكثر من 4 سنوات، وبعضهم أمضى أكثر من 12 عام خلف القضبان. بعض هؤلاء الأسرى لم يعش في حياته بين عائلته وأطفاله وزوجته إلا أشهر معدودة، وباقي السنوات منذ أن تزوج وهو في الاعتقال الإداري. لذلك المعركة القادمة هي معركة الأسرى الإداريين، علينا جميعا أن نحشد الهمم وأن ننضم إلى هذا التضامن. يعني بنوجه التحية إلى خليل عواودة إلى عائلته. نحن يعني على مدار الماضية كما قلت لكم كان هناك عشرات من محافظة الخليل دون باقي محافظات الوطن، لذلك الجميع بحاجة إلى أن يخوض الأسرى إضرابا جماعيا بحيث لا نكون بهذه الأعداد، بل نكون بأعداد كبيرة جدا لإيصال صوتنا إلى كل العالم وإلى الاحتلال بأن الشعب الفلسطيني سيقف سدا منيعا ويكسر ملف الاعتقال الإداري. شكرا لكم جميعا. قد حملنا يا فلسطين على الراح الدماء، ما هزمنا نشهد الأرض علينا والسماء. لكل المواطنين.
اذا متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان على الهواء مباشره نحن وانتم عبر وكاله جي ميديا نتابع بالتاكيد في هذه الصوره التي تنقل لكم من منطقه دوار بن رشد وسط مدينه الخليل هذه الوقفه التضامنيه مع الاسير خليل العواوده المضرب عن الطعام حيث هنا جمع غفير من عائلته وابناء بلده وهو يسكن بلده اذنا غرب الخليل طبعا اضافه ايضا الى عدد من الاسرى المحررين والمؤسسات الحقوقيه التي تعنى بشؤون الاسرى. متابعتنا بالتاكيد مستمره ومتواصله سنحاور بعد قليل عدد من اقرباء الاسير وتتحدث كذلك ايضا مع طبعا ذوي الاسير. هنا يسعدني ان ارحب بالاخ هشام ابو هواش الاسير المحرر. اخي هشام مرحبا بك. انت الذي خضت التجربه تشارك اليوم في وقفه تضامنيه مع الاسير خليل العواودي، ما الرساله التي اردتم ايصالها وتريدون ايصالها؟ الرسالة التي أردنا أن نصلها أن حتى لو أضربنا يعني جميعاً عن الطعام لن نترك باقي الأسرى، لو أفرج عنا لن نترك باقي الأسرى، ولن نترك خليل العواودي يصارع هذا السجان وحده، سنقف إلى جانب خليل العواودي حتى ينتصر في معركته القوية. خليل العواودي مضرب منذ 32 يوم، حجم التضامن حتى اللحظة ليس بهذا الحجم المطلوب، يعني المحافظة تعداد سكانها ما يزيد عن 700 ألف نسمي، تجد 150 أو 100 واحد يتضامنون مع أسير. والله إنه هذا لشيء محزن، يعني شيء محزن جدا. يعني ليس علينا أن ننتظر حتى يصل خليل العواودي إلى ما وصلت أنا 150 يوم أو 200 يوم أساس إنه إحنا نتضامن مع خليل. على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه خليل العواودي، ولن يجب أن لا نترك خليل العواودي يصارع يجابه هذا السجان. نحن الآن في شهر رمضان المبارك، يعني حتى حركة المواطنين قليلة، فما بالك في الأيام العادية لا أحد يتضامن كان، وهذه الأيام فضيلة، يجب على الجميع أن نقف إلى الجميع في هذه الأيام الفضيلة جانب خليل العواودي إن شاء الله سيارة. بعد 32 يوم إضراب عن الطعام، ما الذي يشعر به الأسير المضرب الآن؟ يعني من المؤكد الآن هناك نقص حاد في السوائل في جسد خليل العواودي. أنا كما علمت أن خليل العواودي نزل من وزنه تقريبا 15 كيلو غرام، يعني وهو غير قادر على الحركة، هناك آلام في المفاصل يكون ودوخة باستمرار وبشكل مستمر. يجب أن نقف إلى جانب خليل العواودي في هذه الأيام هنا، حتى إذا كان خليل يعلم أن هناك وقفات تحدث من أجله في مدينة خليل الرحمن أو في إذنة أو في أي منطقة معنوياته سترتفع. شكرا جزيلا. إذا هذه الصورة تنقل لكم على الهواء مباشرة سادة الأفاضل المتابعين الكرام، ولا زلنا نتابع هذه الصورة التي تنقل لكم كما ذكرنا على الهواء مباشرة. سنتحدث مع السيد أمجد النجار الناطق الإعلامي والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني، معقبا حول استمرار ومواصلة الأسير خليل العواودي إضرابه عن الطعام اليوم 32 على التوالي. وبالتأكيد هذه المتابعة وهذه الصورة كما ذكرت تنقل لكم من وسط مدينة الخليل، الوقفة التضامنية على دوار بن رشد وسط المدينة. طيب الآن يسعدنا أن ننتقل للأستاذ أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني. أستاذ أمجد، 32 يوم من إضراب مستمر ومتواصل للأسير خليل العواودي، حالة صحية متدهورة، وقبل قليل كنت أتحدث لأسرى محررين قالوا أن الوقفات خجولة حتى هذا اللحظة. أكيد يعني بعد جملة من الإضرابات المفتوحة عن الطعام خاضها الأسرى بشكل فردي، أصبح الجميع يتجه باتجاه الإضراب الجماعي. لذلك الأسرى الإداريين الآن يخططون ويهيئون، وخلال شهر رمضان اعتبروه شهر التعبئة الوطنية للإعداد لإضراب مفتوح عن الطعام بعد شهر رمضان المبارك. هناك 500 معتقل إداري داخل سجون الاحتلال، إذا استمرينا بهذه الطريقة في الإضرابات يعني سيستمر الاعتقال الإداري. نحن ندعم إضراب الأسير خليل العواودي ولن نتركه وحيدا في هذه المعركة التي يخوضها هو موجود في العزل الانفرادي في ظروف صعبة جدا، ولكن
نحن نبحث عن خطط استراتيجية من أجل إنهاء الاعتقال الإداري، بحاجة إلى وقفة جماعية من الأسرى الإداريين جميعا، ونحن نتواصل معهم. يعني قبل أن أتحدث معهم قبل قليل كنت في حديث متواصل مع عديد من هؤلاء الأسرى الإداريين. بعد شهر رمضان المبارك الذهاب إلى الإضراب المفتوح أمر حتمي هذه المرة، وبدون أي يعني تدخلات أو تفاهمات من هنا ومن هناك لإيقاف هذا الاعتقال، لأنه سبق أن أعطوهم بعض النقاط في ملف الاعتقال الإداري ولم يتم الاستجابة لها. لذلك هذه المعركة بيبين أنهم حتى في موضوع المقاطعة لم يعطوا أجوبة تفشي غليل الأسرى الإداريين. الأسرى سيخوضون معركة الإضراب بعد رمضان مباشرة. يعني خليل العواودي كما قلت لك الآن في عزل عفر، يعاني من غضاريف، يعاني من مشاكل في عينيه، بحاجة إلى عمليات طبية، يعامل معاملة صعبة جدا في العزل الانفرادي، ونحن في شهر رمضان المبارك. يعني مطلوب من الشعب الفلسطيني أن ينتصر لهذا الأسير حتى يفك الله أسره. كيف يعيش الأسرى أيامهم ولياليهم في شهر رمضان المبارك، سيما أن المعتقلون الإداريون يقاطعون المحاكم منذ حوالي أقارب عن 100 يوم مقاطعة المحاكم الإدارية؟ كيف هي ظروف الأسرة في شهر رمضان أستاذ أمجد، وأنتم أكثر تواصلا واتصالا معهم؟ الاحتلال يحاول التنغيص على أبناء شعبنا في شهر رمضان المبارك، وكذلك على الأسرة داخل سجون الاحتلال، رغم كل الإجراءات القمعية واقتحام الأقسام واقتحام الغرف والمعاملة المهينة والحرمان من الكثير من الأمور، إلا أن الأسرة يعيشون أجواء رمضان. ليصار رسالة إلى الاحتلال أنه رغم القهر ورغم الأسر نحن نعيش هذه الأجواء، من صلاة التراويح، من برامج ترفيهية وتثقيفية، من تناول الإفطار الجماعي داخل الغرف وداخل الأقسام. الحياة تسير داخل سجون الاحتلال رغم أنف الاحتلال. لذلك يعني ليس مستبعد عن الاحتلال أي إجراء يتخذ في شهر رمضان المبارك. كان هناك اقتحام سجن مجده والاعتداء على الأسرة ورشيهم الغاز داخل غرف، محاولة الإجراء التفتيش الأمني في ساعات السحور أو في أو قبل ساعات الإفطار، كل ذلك للتنغيص على حياتهم الاعتقالية. شكرا جزيلا لك الأستاذ أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني. الحركة النسائية حاضرة هنا، أرحب بالناشطة الأستاذة ميسون القواسمي. أستاذة ميسون مرحبا بك، الحركة النسائية حاضرة هذا اليوم أيضا في التضامن مع الأسير خليل العواودي، ما الرسالة التي أرادت النساء إيصالها هذا اليوم؟ يعني اليوم إحنا غير بعيدين عن مشاركة الذكور في اعتصامات تخص القضايا الوطنية وتحديدا قضية الأسرة، وبالعادة بيكونوا موجودين أصلا أسرانا النساء من عائلات الأسرة، من الناشطين، من الداعمين. اليوم أنا بشكر عائلة العواودة ومدرسة الشهيد عبد العزيز الرجوب الحاضرة تضامنا مع زوجة الأسير. هيك الحراك اليوم إحنا بنفتقد للأسف الشديد وبخطورة شديدة عدم التضامن مع أسرانا البواسل. يمكن بنحضر احنا مرات في بعض الاحيان بتعرف منتصر بنكون الصحفيين اكثر من حتى اهل المضرب عن الطعام او المهتمين بهاي القضايا. لو هنا زي سجون الاحتلال اكبر محافظه موجود فيها من سجون في داخل سجون الاحتلال محافظه الخليل، ولكن هناك تقصير كبير. انا بتامل يكون في حركات بشكل او باخر، نتامل تضامن الاسر الموجوده، بنتامل اهاليهم احيائهم اصدقائهم يكونوا موجودين. اليوم المراه الفلسطينيه شريكه النضال، يعني لازم تكون موجوده في كل المحافل وتحديدا بالقضايا الوطنيه. شكرا جزيلا. الاستاذه غاده عمر مديره مدرسه الشيخ زيد الجوب، أبيتم إلا أن تشاركوا هذا اليوم أستاذة غادة، ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمؤسسة تربوية وهي أم المؤسسات، نحن نعتبر المدارس هي أم المؤسسات جميعا، والمدرسة ليست فقط ما في الكتب، وإنما المدرسة هي تربية قبل التعليم، ولا أجمل من التربية الوطنية. فحضورنا هنا هو درس لطلابنا ودرس قوي جدا، هو درس لكل الأهالي، وهو أيضا تضامن مع زميلتنا المناضلة التي تناضل في جهادها في تدريسها في المدرسة، وتناضل أيضا ببعدها عن زوجها وتحمل غيابه وتربية الأولاد، فهي الآن الأم والأب والموظفة والعاملة والصديقة والرفيقة والمناضلة بحد ذاتها. شكرا جزيلا لك أستاذة غادة. إذا متابعينا الكرام هذه الصورة بالتأكيد لا تزال تنقل لكم وعلى الهواء مباشرة هنا من منطقة دوار بالرشت وسط مدينة الخليل، حيث الوقفة التضامنية التي دعتها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير وعائلة الأسير خليل العواودي الذي لا زال يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 32 على التوالي. إذا
إذن هذه الصورة تنقل لكم من منطقة دوار بالرشد وسط مدينة الخليل، وهذا حضور متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان. هنا عدد من الأسرى المحررين رفاق الأسير خليل العواوضي وعائلته أيضا وأبناء بلده، وهو الذي يسكن بلدة إذنة الواقع على الغرب من الخليل، وعدد أيضا من ممثلي المؤسسات الحقوقية التي جاءت هنا لتشارك بالتأكيد في هذه الفعالية ولتوصل صوتها ورسالتها. وهو الآن يقارع السجان يوم 33، الوضع السجين كبير متردد، لا يستطيع الوقوف الآن منذ 4 أيام وهو يستكمل الماء، وللعلم الكريم إضرابه إضرابا بالماء فقط، وهو في وضع صحي متردي، صداع مستمر، هزل وضعف، فقد من وزنه 15 كيلوغراما، ولا يزال صاحب عزيمة جبارة وإرادة حديدية لن تنكسر بإذن الله بجهاده ونضاله وبجهود الوجوه النيرة الخيرة التي ما فتئت أن تدعم وتساند القضايا العادلة، ومنها قضية الأخ والأسير المناضل خليل عواوده. نتقدم بالشكر الجزيل مرة أخرى للجميع، جزاكم الله خيرا، ولا أراكم الله مكروها في أحد، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء غدا على طريق فلسطين، إلى الوحدة على طريق الوحدة إلى فلسطين. الله يعطي العافية جميع الإخوان وجميع من حضر، لبى نداء الأسرى ولبى نداء رجالنا الصامدين خلف القضبان، والتحية للجميع، والله يعطي العافية للجميع الإخوة.